اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. السينما والواحد بيبقى قاعد في السينما ده احساس ممتع جدا، بيبقى حاسس ان هو جوه الفيلم وجوه الاحداث، بيتاثر بكل الاحداث المحيطه بيه في الفيلم، غير التلفزيون غير الفرجه في اي مكان تاني. السينما من واحنا صغيرين لما كنا نروح نتفرج على فيلم ونيجي نروح نتفرج عليه مره تانية ومعانا اصحابنا نحاول نقول لهم قد ايه ان احنا اتفرجنا على الفيلم قبل كده واستمتعنا بيه، فبنقعد طول الوقت نقول لهم احداث الفيلم، دلوقتي البطل هيخش ويعمل كذا، دلوقتي البطله هتسيبه وتروح تعمل ايه، يعني طول الوقت بنحرق لهم الاحداث. لما كبرنا عرفنا ان احنا بنقلل متعه صحابنا في الفرجه على الفيلم، الحكايه دي واحنا صغيرين، لكن لما كبرنا خلاص انتهت. لكن لغايه النهارده ناس بيخشوا الافلام يحرقوا احداثها لاصحابهم ولكل الناس اللي موجودين في السينما، لدرجه في الفتره القريبه اللي فاتت وانا بتفرج على فيلم والفيلم نهايته مفروض هي الحكايه كلها، يعني الفيلم كله مفروض ما حدش يعرف نهايته، واحد من اللي قاعدين في السينما ببساطه قال هو ده اللي قتل، خلص لنا الفيلم من اوله. فعشان كده احنا النهارده جالنا اكتر من ايميل بيكلموا ناس عن صحابهم اللي بيحرقوا لهم الاحداث بتاعه الفيلم في اي مره بيروحوا فيها يتفرجوا على فيلم جديد. جالنا ايميل من محمد مصطفى بيشتكي من محمد عصمت صاحبه ان هو طول الوقت عامل قلق في السينما لدرجه ان هم ما بيروحوش اي فيلم معاه. محمد مصطفى ومحمد عصمت الاثنين موجودين معانا النهارده، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا. محمد مصطفى بعت ايميل بيشتكي من محمد عصمت. ايه بقى الحكايه يا محمد مصطفى؟ اتفضل اتفضل. ايه الحكايه بقى يا محمد؟ هو محمد تعبنا، احنا مفيش فيلم دخلناه غير لما حرقه لنا، يعني كان نخش جروب كامل مع بعض نخش اي فيلم يحرق لنا الفيلم. كان في موقف يعني هو يخش الافلام الاول يتفرج عليها وبتاع وبعدين يطلع يحرق لنا اي فيلم ممكن، يعني هو بيتعمد يخش قبليك والفيلم عشان لما مخصوص. يدخل معاكوا يقول لكم ايه الحكايه دي يا محمد؟ ما بحبش السينما، دي اول حاجه. ما بتحبش السينما؟ لا ما بحبش اروح معاهم السينما عشان هم كل خروجاتهم بيروحوا السينما، انا ما فانت ما بتحبش تخرج معاهم تروحوا سينما، لكن كل تخرج كل ما يجي يخرجوا يروحوا سينما. ما ينفعش طبعا. ما هو يمكن السينما دلوقتي اختلفت لان ما بقتش الخروجه مجرد لفرجه على فيلم، لكن هي بقت انت بتروح مول، المول ده فيه محلات وفيه سينما وفيه كافيتيريا وفيه السينما، بس اللي هو كل يوم كل يوم هم بيخشوا سينما، كل خروج بيخشوا سينما. ما فانت قررت تنتقم منهم وكل ما يروحوا فيلم تحرق لهم كل الافلام. يعني اكتر من مره دخل معاكم سينما وحرق لكم احداث الفيلم؟ ده في مره منهم ان هو كان دخل الفيلم واتصل بينا يا جماعه في فيلم جديد نزل اكشن بتاع، فيلم تمام جدا ولازم كلنا نخشه وبتاع. فطبعا احنا بنحب ان احنا نروح سينما يعني، فا ايه طيب نتقابل وبتاع ونخش الفيلم. دخلنا الفيلم، بعد مجرد ان احنا دخلنا الفيلم وقطعنا التذاكر وبتاع وقعدنا والفيلم يا دوب بيبتدي، ده دلوقتي ده هيعمل مش عارف ايه وده هيعمل ايه وتيك، خلاص الفيلم خلص بالنسبه لنا ولا شفنا اي خلص حاجه. خلص بالنسبه لكم وبالنسبه كمان للناس اللي قاعدين حواليكوا. ده هو مفيش بقى مش فارق معايا، ده هو قال الكلام ده. لا بس ده كده هو كان قاصد، عشان كده لما انتوا عملتوا فيه المقلب، اما انت بعت الايميل للمجموعه وقلت لهم يا جماعه الحقوني من محمد عصمت، ده كان قصدك انك انت تبطل. هو بعد ما عمل كده بقى قلت لازم ان انا بعد ما حصل بقى المقلب ده يا محمد، هل وجهة نظرك اختلفت عن فرجة في أي فيلم مع أصحابك؟ أولا مش هخش السينما تاني، يعني اللي حصل ده مش كتير أوي اللي حصل ده، يعني احنا اللي حصل ده بقى هنشوفه مع بعضينا في آخر الحلقة. لكن جالنا إيميلات كتير من ناس بيتكلموا في نفس الجزئية، ممكن الناس يشوفوا الحكاية دي بسيطة ويشوفوا إن ده حاجة عادية ما هياش عيب في حد، لكن هي برضو بتقلل يعني تشويق الناس للموضوع نفسه. وهنشوف الإيميلات وهنقابل الناس اللي بعتوا الإيميلات بعد ما نرجع من الفاصل. شكرا.
رجعنا من الفاصل ولسه معانا محمد مصطفى ومحمد عصمت، وبنتكلم عن المقلب اللي حصل من محمد مصطفى بالاشتراك مع مجموعة العمل في محمد عصمت، وجالنا أكتر من إيميل. في إيميل منهم جه من محمد محسن بيتكلم عن صاحبه أحمد المرغني وبيشتكي برضه من نفس الحكاية. معانا محمد محسن وأحمد المرغني موجودين، اتفضلوا. ايه بقى الحكايه دي يا محمد؟ محمد انت كاتب ايميل عجيب بتقول الحقوا احمد المرغني مبوظ الدنيا، نفس الحكايه، ايه الحكايه دي؟ هو احمد مشكلته عويصه يعني. مشكلته عويصه؟ عويصه. يا نهار اسود على الدخله، اتفضل. يعني هو مثلا في العادي ان احنا واحنا داخلين فيلم اجنبي ينسى النضاره. ينسى النضاره بتاعته. وما يشوفش الترجمه. ونيجي احنا داخلين فنضطر ان احنا نقرا له الترجمه علشان بدل ما يقعد يقول لنا ايه وايه اللي حصل وفي ايه واحكوا لي ومش عارف، فاللي هو نقعد نحكي له يعني نقرا الترجمه بقى بصوت عالي بقى، وطبعا الناس اللي حوالينا بقى تشتم يعني عادي بقى، بس احنا بعيش في دور المترجم. طب ما يعني يوم ما ينسى النضاره خشوا معاه فيلم عربي، بلاش تخشوا فيلم اجنبي. والله عربي اجنبي لا اي لا حاجه ما بتفرقش. عربي بترجموا له برده؟ لا ده هم اصلا يعني كمان في العربي هم اللي. النضاره دي نظر طبعا. نظر. كل حاجه كل حياتي اصلا. من غير النضاره مفيش. لا فيلم ولا ترجمه. ولا حاجه ولا اللي قدامي حتى. فبالتالي طبعا انت بتعتمد عليهم في حكايه الترجمه وبتشوف خيال الممثلين. شويه يعني، بس هم اصلا في العربي هم اللي يعني بيزعجوني اصلا يعني. يعني انا ادخل كده فجاه الاقيهم يقعدوا يضحكوا وانا ما اسمعش ايه الكلمه اللي ضحكوا عليها اصلا. فبسالهم. يعني انت المشكله مش في النظر بس، في السمع كمان. طب انت مالك ومال السينما يا والله؟ بحب السينما انا بحبها يعني. يعني انت بتحب السينما وبتنسى النضاره وبتنسى السماعه، طب رايح السينما تعمل ايه؟ لا يعني هو في الافلام العربي بيكون مثلا حاجه انت ما سمعتهاش فبتقعد تقول لهم ايه؟ ايوه بقعد يعني كل شويه بسالهم، اكيد ما هم بيقعدوا يضحكوا بصوت اصلا اعلى من اللي انا بسمعه، فما ما اسمعش بقعد اسالهم. احنا بنضحك وبنبقى سامعين الفيلم يعني، احنا اللي بنضحك سامعين الفيلم. هو مش سامع. انا مش سامع من ضحكهم يعني. ولا انت مش شايف الراجل قال ايه؟ لا وبعدين ده يعني ده لو جه في ميعاد السينما اصلا، ما جاش قبل البريك بربع ساعه مثلا، او لو دخل السينما وما نامش وبعدين بقى بعد ما نطلع مثلا بنحكي عن الفيلم، ايه ده حصل فين الكلام ده؟ ده كان إيه؟ يعني هو بينام جوه الفيلم. بينام جوه الفيلم يعني ما بيسمعش مش شايف الترجمه وبينام. انت مش عارف بيخش ليه بجد، ايه اللي بيوديك؟ حب ليه هو ده. هي طبعا انت بتحب السينما اللي الكراسي بتاعتها مريضه. مش اشكال الفيلم، التكييف طبعا مع الكراسي مع بتظبط نفسك. طيب عموما هو هي دي مش مشكله يعني، احنا برضو زي ما بنقول احنا مش قدام مشكله كبيره جدا، لان دي حاله بتحصل بين الاصحاب وبعضيها. بس فكره ان الاقي حد مستمتع بحاجه امنع استمتاعه بيها، دي في حد ذاتها طبعا الواحد ما يرضاهاش لنفسه ولا لغيره. وفكره ان انت تساعد صاحبك اكيد لازم تساعده. تساعده ازاي؟ هتقول له بصوت واطي مش هيسمع، ما تشتمش. هو مش شايف الترجمه، انت تحكي له بصوت واطي مش فبتحكي له بصوت عالي فبيتضايق الناس اللي حواليه، تيجي وانت بتحكي له تلاقيه نام منك كمان. يعني يعني انا متهالي انك انت لو اتنزلت عن صاحبك وخدت واحد صاحب تاني عادي هتبقى الحكايه اسهل بكتير. عموما احمد احنا بنشكرك جدا وبنشكر محمد. وقبل ما نشوف المقلب، لان المقلب اللي حصل ده مقلب مش سهل، ومتهالي دي تغير وجهه نظر ناس كتير من اللي بيحرقوا احداث الافلام لاصحابهم. هنشوف المقلب بس اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. بنكمل حلقتنا وبنتكلم عن السينما وعن الناس اللي بيخشوا اي سينما بيحرقوا احداث اي فيلم بيتفرجوا عليه. واحنا لسه زي ما بنتكلم وبنقول ان
المسألة تبدو أنها بسيطة بس هي مهمة قوي أن الواحد يسيب الآخرين يستمتعوا. إحنا معانا فريق العمل اللي عملوا معاكم المقلب، هنشوف المقلب ونرجع نقعد معاهم ونشوف عملوا الحكاية دي إزاي، ونشوف مع بعضينا دلوقتي المقلب. قعدوا جنبك بس غريب اقول لي يا ابني وقف الذبابة ترنم على الذوق. بحب احتفل بيها تذكره. لا لا في حاجه ولا لا لا ما فيش حاجه، خليكم براحتكم. انا ماشي شغل الفيلم يا عم عبدو. الفيلم يا عم عبدو. عم عبدو الفيلم ماشي. انا في الفيلم في الفيلم عم عبدو. بس الدكتور جه. عادي مين؟ الدكتور جه. الدكتور مين؟
ايه ده؟ ده بولا 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 يا بولا 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 وصل يا ناس يا عسل عدوا اذبحوا بالراحة اذبحوا بالراحة يا بولا عشان تعالى يا حبيبي تعالى يا روح يعني متهيألي برضه حكاية إن الواحد يحرق الأحداث دي مسألة سهلة عن إن يحصل له شوية مجانين يخشوا عليه السينما وهو بيتفرج ويبقى لوحده مع المجانين دي لوحديها موضوع تاني خالص. لكن معانا مجموعة العمل اللي عاملين مجانين وما شاء الله كان لايق عليهم. اتفضلوا أهلا وسهلا. مجموعة العمل انتوا طبعا يعني يمكن احنا حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن السينما, وبما ان احنا بنتكلم عن السينما يا صغير تعالى يا صغير هنا جنبي يا صغير يعني ما شكلي مجنون تعالى انت جنبي اهو. بما ان احنا بنتكلم عن السينما قبل ما يعني من غير ما نخش بقى في تفاصيل الحلقة دي اتعملت ازاي وازاي مثلتوا عليهم الحركة دي, انا بستأذنكم ان نشوف من الصغير او نسمع منه محمد الصغير نسمع منه فيلم اكشن مدته دقيقة اصوات بس دقيقة ماشي. حلقة زي بتاع جيمس بوند كده يعني واحد بيحلق هلا يس يس اوكي النهارده. بشكرك جدا ونشكر فريق العمل ونشكر كل اللي موجودين معانا النهارده في الاستوديو وكل اللي موجودين في البيوت. نتقابل معاكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ومقلب دكتور.